بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام مواد برامجنا لهذا اليوم الأحد، نقدم لحضراتكم العرض الأخير لأهم الأنباء. وصل رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية الكويتية السيد أحمد عبد العزيز السعدون إلى عمان الليلة لحضور اجتماعات الدورة 17 والمؤتمر 4 للاتحاد البرلماني العربي والندوة الملحقة به التي ستعقد خلال الفترة من 10 حتى 13 من الشهر الحالي. وكان في استقباله رئيس مجلس النواب الأردني السيد عاكف الفايز. وأعرب رئيس مجلس الأمة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن أمله في أن يلعب هذا المؤتمر دورا مهما في إعادة التضامن العربي لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. وأضاف أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم العربي أدت إلى تراجع قضيتنا الرئيسية فلسطين في المحافل الدولية. وأضاف أن التصعيد الإيراني الأخير ضد الأراضي العراقية يشكل منعطفا خطيرا يهدد منطقة الخليج ويهدد العالم العربي كله. وصل وزير الطاقة التنزاني السيد قاسم النور إلى البلاد أمس في زيارة للكويت على رأس وفد تنزاني. وأعرب الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عن سروره لزيارة الكويت، وقال أنه سيجري محادثات مع وزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة العدبي.